بونسوار ا توتي ا توس. الزول في اللون نيت ما يسمع الزول مقرن. مرحبا يسوان، مرحبا يسوان، راني فاهم واش قلتولي. ما ننساكمش، ما تخلقوش رواحكم. الوغ العشية هذه كيما قلت لكم راح نتكلموا على لو لوجمون سوسيال. بزاف الناس اللي يكلموني وقالوا لي من فضلك زيد تكلمنا على لوجمون سوسيال. الناس راهي تعاني، الناس راهي تسكن دون دي غوت، الناس راهي تسكن في الكماين، الناس راهم ما لقاوش وين يسكنوا. غير قبيلت واحد القناه نعتو انسان مسكين كبير في العمر ومعاه مرتو ثانيه كبيره من السبعينات، وهما مساكن يديروا في لا دوموند دو لوجمون ريان ريان ريان. إل ني با لو سول، راهم دي ميلي. ألوغ قبل هذا كاين واحد السيد أمي معايا يكتب لي ويقول لي بلي الشي اللي قاعد نقول فيه هنايا على لا ريليجيون راهو ما يصلحش، ولازمني على حسابه هو جو ريسبكت لي ريليجيون تاع الناس كل. كتر خيرك يا أخي، ميرسي بوكو بور لي كونساي. اذا انا ما نحترمش الديانات ما على باليش شكون هو اللي يحترم. نقولك الحق يا اخي، اعطيني ان سول باساج اللي انا قلت فيه كلام ماهوش مليح لا على المسلمين ولا على المسيحيين ولا على الناس اللي ما يمنوش. اعطيني جوست ان باساج ولا كيش ما كتبت اعطيني نشوف. جوني جامي في سي تريك لا. انا يا نحترم الناس الكل، انا مسلم ونحترم الديانات كامله. عمري بالعمر لا نقدر نروح نقيس انسان يكون ماهوش مسلم كريتيان ولا يهودي ولا مسلم ولا جامي تلافي. مي سامبلومون انا نمد في رايي اللي يعجبو الحال الله يسهل، واللي ما يجبو ما عجبوش الحال الله يسهل. كيما انا ما نحتم حتى على انسان يتبع
واش راني نقول؟ انا قلت لك ونعاودها ونزيد نعاودها، كي نقرا القران ونلقى فيه ربي سبحانه عز وجل اللي يقول ديروا الخير وراكم حب اصحاب وراكم حباب وراكم خاوه وراكم منا، وكما اسمه خدموا مع بعضاكم وحبوا بعضاكم وديروا السلم مع بعضاكم، هذه كل نقول وي. كي نروح نهز لا بيبل ونقرا لا بيبل ونلقى فيها نفس الشيء نقول ربي اللي قالها. نهز التوراه الانجيل نهز الكتب السماويه كومبلي ونقراها نلقى باللي ربي يقول ديروا الخير وخدموا مع بعضكم واتقوا الله، هذه كامل ما عندي فيها حتى شك. بصح لو كان نهز كتب من الكتب السماويه ونلقى روحوا اقتلوا فلان، روحوا اذبحوا فلان، لازمكم تتعداو على الناس، لازمكم تنحيو دماغين بالناس، انا هذه نقول باللي ماهوش ربي اللي قالها. اذا هذا شي كي نقول كيما هكا راني سبيت واحد ولا راني قلت واحد، فهمني يا اخي، انت تعرف من الصباح انت عطلتني في وقتي وتقول لي راك ماهوش هكذا ونتلاقى انا وياك وما نعرف واش وما نعرف واش، يا اخي مرحبا بك كيما يقول الانسان. بصح على كل مش هو، مي سامحني يا اخي، انا راني جو ريسبكت تو الموند، انا نحترم الناس كل، نحترم اللي يمن واللي ما يمنش، نحترم المسيحي، نحترم اليهودي، نحترم البودي، نحترم الناس كل. عمري ما نقول للناس ما تقول كونوا هك ولا كونوا هك ولو ما تكونوش معايا راني ضدكم، لا، انا ما الشيء اللي ما نقبلوش انا، يعني على روحي انا، مي هما يحبوا يقبلوه الله يسهل، هما اللي يحبوا يقولوا باللي راهو ربي سبحانه عز وجل ويقول اقتلوا ولا اذبحوا، هذه راه لو سي لو بروبليم، مي انا ما ندخلهاش في راسي. انا الشيء اللي نقول هو ان ربي عز وجل عمرو ما يقول لواحد روح اقتل. علاش علاش نقول بلي ربي ما يقولش هكا؟ خاطر شكون واحد لو كان ربي يحب يدير حاجه يستنى عبده يقول له روح دير نتايا؟ لو كان عينو ربي يدير حاجه ربي يقول كن فيكون. ربي سبحانه عز وجل لو كان عينو اليوم يا اخي شتو لي زاميريكان يا اخي، هما اللي مسيطرين على العالم، واحد ما ينجم لي زاميريكان في هالوقت هذا، ربي ينجم لهم برك. ربي سبحانه عز وجل هو اللي ينجم يكونسهم، هذه نقولها ونعاودها. دونك كيفاش ربي اللي عالم واللي قادر على كل شيء قدير واللي نجم يدير كيما هكا يطبق الدنيا والارض، يستنى في شخص بجوز كرعين يقول له يا فلان ولا يا مسلمين روحوا اقتلوا المسيحيين وتقول لي ربي قالها؟ ملا سبحان الله. اذا انت ما كنت تلقى انت في القران مكتوب ربي قال لكم اذبحوا والديكم تذبحوا والديكم؟ ملا ماهيش هضره هذه، لازم تقرا وتفهم وتعرف المعنى ثاني تاع الكلمه واش هي. كيما الفتوحات، هذه الفتوحات انا ما نبلش بها، انا نقول بلي هذه ما كانش منها، هذو ناس جاو دخلوا علينا ذبحوا ناس قتلوا ناس باسم الاسلام، ماهوش الاسلام اللي دارها حاجه، خاطرش الدين تاع ربي ما يديرش العنف، كسوا الاسلام ولا المسيحيه ريزون دو بلوس ريزون دو بلوس. عم الرسول وما منش به، اسكو قالوا ربي اقتلوا يا اخي؟ ما عياو الصحابه وقالوا كيفاش منا؟ قال لهم هاي الايه نزلت، انك لا تهدي من شئت يا محمد بل الله يهدي من يشاء. كان ولا ما ولا ما كانش؟ كيفاش هذا عمه ويقول له كيما هك؟ لا، وبالنسبه للاخرين اللي ما يمنوش ربي يقول لهم روحوا افتحوهم وقتلوهم. انا ما نقبلش هذا الشيء، هذا انا ما نقبلش سيتو. انا باش جو فير لا بارونتيز، الوغ نرجعوا لهذ الناس مساكن اللي يعانيوا في السكن. الناس اللي جات قالت لي اتكلم على السكن واش هو الحل. شوفوا نقول لكم يا ناس، ها نجي نجاوب واحد السيد اللي قبيل قال لي وانا مليح، اللي قال لي بلي راه نتوما الماك مرا ولا راجل ولا منا. يا اخي انا نعطيك حاجه رسميه، انا ما قلت لا يحكمها الماك لا الطاك لا الصاك، انا قلت الجزائر لازم لها ناس يكونوا يعرفوا يسيروا الجزائر يسيروها، هذا واش قلت. وقلت بلي لو كان يقولوا لي دوك انت شكون اللي تشوف فيه دوك يخرج الجزائر من المآسة نتاعها، ما قلتش الماك. ماني ماك،
ماني مع الماك، ثلاث حوايج. ما نقول الماك راهم واش يقولوا ارهابيين، نو جو ريغريت ماهمش ارهابيين. هذه هي، انا قلت باللي لو سول اللي قادر دوكا يحمي يصدر يهز المشعل تاع الجزائر ويخرجها من المشكل تاعها هو مشي بوكروح. وهذا رايي، هذا رايي. تقدر انت يا تقول لي علي بن الحاج يقدر يخرج الجزائر، هذا رايك وانا نحترمه. مي بور موا انا قلت باللي راهو مشيو بوكروح ولا جماعه الارسيدي هما اللي قادرين يخرجوا الجزائر من المحنه نتاعها. انا هذا رايي، هذا رايي كشاوي انا نقولها. علاش ما قلتش انا الشاويه هما اللي قادرين؟ علاه ما نقولكمش بلي انا قادر؟ انا ما نقدرش، انا ما نقدرش نسير حتى بلديه، بلديه ما نقدرش نسيرها. واني نعاود نقولها وما نسيرهاش وما نحبش نسير. مي سامبلومون قلت لو كان الجزائر يحكمها واحد كيما مشيو بوكروح، انا على بالي بلي خمس سنين الجزائر تولي تتبدل، تولي الناس تموت عندنا باش يجيو عندنا في الجزائر. ولا الارسيدي ويخليهم يخدموا 5 عام يخرجوا الجزائر بالمحنه نتاعها. بصح ما يخليهمش، على بالي بلي ما يخليهمش. علاش؟ باسكو الشعب نتاعنا عنده عقليه نتاع دعش، وعلى هذاك ما يقبلوش، ما يقبلوش راح يديروا بوكروح، ما يقبلوش، محال. ما يحبوش يقول لك الاسلام ما تقيسهولناش، نبقاو ديما نديروا نشرعوا بالاسلام، ما تقيسلناش هذيك، ما تقيسلناش الاخر، الماضي الثوري يبقى ديما هو اللي يمشي، المجاهدين يبقاو ديما وزاره المجاهدين، الناس تبقى تدي سي نورمال، هذه هي يبقاو هكا وما يحبوا هكا. مادام يحبوا هكا خلي يبقاو هكا. تشوفوا اليوم كيما قال لك اليوم العدس عاد حتى العدس ما لقاوهش الناس، الحليب انتروفابل تاع لي ساشي ما كانش، ها الزيت 95000 خمس ايطات وما كانش، الحليب الكونديا مقطوع، الدقيق مقطوع، بقى برك غير يزيدوا يقفلوا مع الناس، ما عادش كون جا عندهم باش كيفاش يقتلوا، يقفلوا الناس ما عادش يريسبيريو ويقفلوا يقتلوها. وتقول لي باللي راه الجزائر راهي تسير، والله ما يسيروها الماك. انا لو كان الماك هو اللي قاعد يسير دركا وتصرا نفس الشيء، نقول لهم روحوا خليو عليكم البلاد، فهمت؟ الوغ نرجعوا للوجمون. للوجمون قلت لكم يا ناس باش نخرجوا من الازمه تاع للوجمون، شوفوا باش تعرفوا مليح ونزيد نعاودها لكم مليح مليح. الدوله الجزائريه دارت مجهودات كبيره 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 في البنايات نتاع السكن، سورتو اللوجمون سوسيال، سورتو بناو بالملايين تاع السكنات. قول لي نتايا وعلاه اخويا مالها الناس ما تسكنش؟ إيه بان هذا هو بيت القصيد، خطراش كاينه اون موفيز جيستيون، الناس ما يعرفوش كيفاه يسيروا كيما اسمو السكن، المشكله تاع السكن سورتو لو لوجمون سوسيال. عطيناهم الحلول ما حبوش يقبلوها. لو كان يديروا بالحلول اللي قلناها لهم حنايا غدوه نقول لكم يظل السكن يطايش في الجزائر. حنا في خنشله واحد الوقت الناس ما يعرفوا كيما قلت لكم كانوا بناو لي تروا باتيمون نتاع ديكون يعيطوهم ديكا، لي تروا باتيمون هادو واحد لا يحب يروح يسكن فيهم، والله لا يحب واحد يسكن فيهم، خاطش على اللوجمون يطيش. من بعد كانت لاشالام هي اللي تسير، كانوا العساس يعس، الناس اللي يجيو يكريو وما يكريو، يخرج هذا يجي هذا نورمال ما كاين والو. من بعد بدلوا السياسة نتاعهم، جابوا هذه لو بي جي اي، ها لو بي جي اي هذه دارت سياسة تاع البلاد. واش هي؟ انهم يمدوا السكنات بالالاف. علاه يمدوا السكنات بالالاف؟ باش هما بعد يمدوا لصحابهم وحبابهم ويسرقوا فيهم وروحوا روحوا واحد لا يمرق بهم. هذه هي السياسه نتاعهم، وما حبوش يبدلوا، او على بالهم باللي السياسه هذه اللي يديروا فيها نتاع اللوجمون ما تخرجش، ما حبوش يبدلوها، ما حبوش يبدلوها. خاطر راه يرحم والديكم، اسكو نتوما شفتوا في العالم لوجمون سوسيال يمدوا لواحد لوجمون سوسيال يزغرت ويدير عرس؟ اسكو شفتوا؟ ما كاينش غير عندنا حنا، واحد يخرج لا ليست برك يدير عرس. علاش؟ باسكو عنده طون دو مليون راح يديهم، طون دو مليون. قدا يدير لوجمون سوسيال دركا يا اخي؟ من واقيلا 300 مليون وطلع، واقيلا لوجمون سوسيال قدا يدير لوجمون سوسيال في الوضع؟ 300 مليون وطلع. كي يخرج واحد في لا ليست هو مع بولوي ماهوش الساكن اللي يهمو، تهمو 300 مليون يفرح
وما يسكنش فيه خلاص، خاطرش ديك يخرج في لا ليست يروح ديجا يحوس على شكون اللي يشري، وهذاك اللي يشري يعطي له حتى 7 ملايين ولا 6 ملايين ما عرفوش، هو اللي خلص له اللوجمون وما يدخلش خلاص اللوجمون، يضرب 300 مليون ويروح. وين يروح؟ يروح يزيد يستنى وقتاش ينحي اسمه من هذيك، وقتاش هو مدوا الواحد هذاك السيد هذاك يروح يشوف كيما يدير حوايج باش يسلكوا ينحيه له من اسمه، الاخر يروح يعاود كيما يدير في بلاصه اخرى وهي ماشيه. وهذه تبقى ديما هكا. دونك الحل الوحيد اللي باش الناس تولي تسكن كامل لازم يبدلوا هذا لو سيستيم، هذا سيستيم ما جاب والو. كيفاش؟ لازم السكن تو دابور ما عادش يتمد بالالاف، ما عادش تمد بالالاف، تتمد بالوحده. السكن الاجتماعي لو جوجمون سوسيال يتمد بالفرد، سيتادير نزيد نعطيكم كيف اسمو ان اكزومبل. خنشله لو بي جي تبني سكنات، وكي تبني ما تبنيش في فرد بلاصه، نو نبنيو 3000 سكنه في طريق العزار، نبنيو باغ اكزومبل 500 سكنه في واد بوغال، نبنيو 500 سكنه في طريق عين البيضاء، نبنيو 500 سكنه في سيتي حسناوي، ومن بعد الناس اللي تحب تسكن تجي ولا سور انترنت يديروا ان دوسي، ان دوسي دو لوجمون، قال قداش عندك في العائله، قداش لوجمون تحب، اسكو اف 3 اسكو اف 2 اسكو اف 1، شحال الدراهم اللي تديهم انت، وين تخدم، واش عندك، وبهذاك هما تجي دير لا كوميسيون داتريبيسيون دو لوجمون. ولا كوميسيون هذه ماهيش كيما دوكا نديرو كوميسيون داتريبيسيون يعينها الوالي ولا يعينها ديكتور تاع لو بي جي فيها فلان وفلتان معروفين يجيو، لا 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 لا، هذه لوجمون هذا لا كوميسيون يكونوا فيها تو لي سيكتور ريبريزونتي، تو لي سيكتور، الولايه، الدائره، البلديه، كيف اسمو لاكسيون سوسيال، تو لي زيتابليسمون، كل واحد عنده واحد يجي يحضر في لا كوميسيون هذيك بيان سور. ولو بي جي هما اللي يسيروا في الباتريمون نتاعهم. قال اخويا اليوم راح نبا اتريبيي ان لوجمون الواحد ولا زوج ولا ثلاثه، يشوفوا الدوسي نتاعهم ويعيطوا له اذا يتوفر فيه الشروط، اذا باغ اكزومبل واحد عنده غير فرد طفل عنده اون سول بيرسون، كيف هو يطلب اف 4؟ ما نعطيولوش اف 4، نعطيولو ستوديو. اذا راهو في زوج نعطيولو اف 2، اذا راهم في ثلاثه نعطيولهم اف 3، اذا من اكثر من ثلاثه لازم لهم اف 4، حتى يكون يطلب ستوديو ما نعطيهولوش، لازم له اف 4. هذه هي باش الانسان يعيش نورمال. ومن بعد كيجي هذاك السيد هذاك يسني لو باي مع لو بي جي، يروح لو بي جي يسني لو باي ويروح يدخلوا للدار هذه يديروا يشوفوا الدار واش فيها. قال لها الحيط هذا فاسد، يقولوا هذه الطاقه هذه فاسده، هذه مالها باش يكتبوها على الاول، بعد باش كيحب يخرج ما يقولوش لك انت اللي فسدتها. هذا يعيطوا له لو ليتا دي ليو، ليتا دي ليو. ومن بعد او مسني في الباي نتاعو يقول باللي ما عندكش حق تبدل طاقه، ما عندكش الحق تمس الباب، ما عندكش الحق تسكن معاك واحد، ما شوف اذا تحب تسكن معاك واحد لازم تروح لو بي جي وتقول لهم انا حبيت نحكم هذه الدار هذه مع فلان ولا مع فلانه، وهما يديروا لكم لو باي ما بيناتكم، غدوه اللي يحب يخرج على روحه ينحيهم من الباي. وهذه هي سي كوم سا. وبالباي هذا يقول باللي غدوه لو كان لو بي جي تحب السكنه نتاعها راهي لازم لها تعطيك مهله نتاع شهرين باش انت تلقى وين تروح، ولا انت تحب تخرج تروح تشوف بلاصه اخرى باسكو من بعد لازمها يخليه حتى البريفي، يخليه حتى هو يكري للناس. مي ماهوش كيما درك، خاطرش البريفي اللي راه يكري درك واش يدير؟ يكري سوبلي لتحت لتحت، يضرب الناس ب 15 مليون ما عرف قداه الشهر ولا ما عرف قداش وما يخلص والو زيرو لي زامبو. وهذه لازمها تروح، لازم لها تروح. وقبل ما نديرو الشيء هذا ثاني كيف كيف، لازم او نيفو سونترال الحكومه
الحكومه واش دير؟ لازم يديروا ان سول لوجيسيال تسير به زون الغاز، تسير به كيف اسمه لو بي جي اي، تسير به نتاع الماء. هذا هو اللوجيسيال اللي يدير الناس كل خاطرش. انت كي يعطيوك اللوجمون تاعك واش لازمك دير؟ لازمك تدخل الماء. كي تعيط للشركه نتاع الماء على بالهم باللي اللوجمون نيميرو 1 ولا نيميرو 2 ولا نيميرو 3 اللي جا في سيتي حسناوي راهو نتاع منصف رضا. لو كان نتاع الماء لالجيريان ديزو يضرب يلقى باللي لوجمون نيميرو هذا اللي جا ماهوش تاع منصف رضا يبقى ما يدخلش الماء. كيف كيف التريسيتي، كيف كيف نتاع التريسيتي ما كان لاه تروح للجهه تدخل الاخر باش تشوف النيميرو تاعهم تعيط لهم تقول لهم يا جماعه انا ديت لوجمون نيميرو 3 هذا راكم لازم تجيو باش تطلبوا لي التريسيتي. هو يدير كيما هكا يشوف بلي وي سي فري، يقول لك ما لا رانا جايين. يجي واحد تاع سون الغاز يطلع لك التريسيتي، وكي تخرج انت هو يقطعو حتى كي يجي واحد اخر باش يجي يحلوه له. ولو كان تروح انت تحب تدخل تليفون في الدار هذيك كيف كيف، حتى في الجيري تيليكوم يضربوا في نتاعهم يلقاو لوجمون هذاك هو. مي هذا الشيء هذا كامل ما كانش اليوم. اليوم لوجمون نيميرو 3 في سيتي حسناوي يعطيوه لمنصف رضا، منصف رضا ما يسكنش فيه خلاص. يمدوا نمد في ديزيكزومبل، هو يبيعوا لبوعامر، وبوعامر يبيعوا الورده، وورده تبيعوا لمهاني، ومهاني تبيعوا والاخر فهمتوا. وهذا الشيء هذا لازمو يروح باش نجمو نتحكمو في لوجمون. والكرا لازم الكرا لو كان ما يخلصش لو بونوم 3 موا تو سويت لو سي جوستيس يجيب له الورقه باش يروح للعداله باش نانيلو له لو باين تاعو 3 شهر مش 3 فوا. البرومي شهر الاول يبعثوا له افيرتيسمون، الشهر الثاني يبعثوا له افيرتيسمون ثانيه، الثالث ما يبعثولوش خلاص، يروحوا معاه للعداله باش يفسخوا لو باي اللي داروا معاهم. سي نورمال، لازمها لازم لو بي جي تبع لو باتريمون تاعها. وهاللوجمون هذا راهي كراتو، راهو ماهوش تاع السيد، السيد راهو كرا كيما البخيفي. انا عندي سكن نحب نسكن نمدو لواحد يسكن فيه، ندير لا ميم شوز كيما لو بي جي، لا ميم شوز ما فيهاش غير البريفي والاخر نو. لازم اذا اف 3 عند البريفي يتكرا ب 300000، حتى في ليتاتيك 300000 ما كاينش فيها تطيع ولا هبيط. وهو ثاني ديكلاري لي زامبو باش يخلص لي زامبو نتاعو. هذا البريفي دروك حنا شفنا ناس يكريو ديار نتاعهم الاف نتاع الدينارات وما يسلكو زيرو والو، زيرو يسلكو لي زامبو، وهذه هي الكارثه. دونك لو بي جي تبع الباتريمون نتاعها، وفي كل باكزومبل يديرو 3000 سكنه في في سيتي حسناوي، في سيتي حسناوي بعد لو بي جي دير ان بيرو، دير ان بيرو. وهذاك البيرو نتاعهم فيه واحد شاف سيكتور، وفيه كيف اسمو الانسان اللي يروح الصباح باش يكنس وينحي الاخر، وكاش ما كان لون بانك سترا يبدلها. واذا شاف كانش واحد احنا انا مديت برك 3 ميل لازم لها 3 ولا 4 بيرسون ماشي، يعني على حساب السكنات، على حساب الناس اللي تسكن، على حساب لو كارتي، باش غدوه حتى كش ما كان مشكله هما يروحوا ديريكتومون لهذاك السيكتور، ما يروحوش للسياج تاع لو بي جي. ولو بي جي تكونتاكتي نتاعهم، تكونتاكتي لو سيكتور نتاعهم. وكي تولي كيما هكذا وتولي الناس تخلص الكرا، ويتولي لو بي جي على بالها بالباتريمون تاعها، غدوه يجي كيما اسمو يجي العساس نتاع هذا نتاع لو بي جي ويلقى اللوجمون نيميرو 3 ماهوش فلان اللي ساكن فيه، تو تشويت يبلغ به، وتو تشويت كونفوكاسيون لهذاك السيد هذاك، يعيطوا له ونلقاو هذاك السيد هذاك هو خاطي هو اللي يسكن تما، نعطيو له مهله ميم با 48 يخرج، ولا نجيبوا له القوه العموميه نخرجوه. ها واش لازم باش الناس كل تولي ديك الساعه اللوجمون هذا ما عادش تنجم يتباع، ما عادش ينجموش. قال اخويا انا عطيتني لوجمون في لمن من هنا عطيته لي واحد اللي يحوس عليا، نروح انا نبيعو كيما. هذه هي الكارثه. وعلى بالهم السلطات على بالها مي ما حبوش يبدلوا هذا الشيء هذا. علاش؟ خاطرش كانوا ناس يحبوا يبقاو يبزنسوا بلي لوجمون،
يكون والي ولا ما على باليش يجيه بني عمه وبن عمه ولا ما على باليش يقول له فوالا راني جيت ما عنديش صبر، قال له روح نعطيك دو لوجمون ولا تروا روح بهم على روحك وفي لبن. هذه هي يبيع لوجمون 300 مليون حسب كيعطي له تروا لوجمون حسب قداه يجي سي نورمال. ونحي عليا الكوطه هذه نتاع الوالي ونحي الكوطه نتاع ما كانش فيها كوطات لوجمون سوسيال يبقى للسوسيال. اللي يحب يشري عندك انا يعطيني لوجمون سوسيال ونسكن فيه مع بي نجي انا 20 سنه ولا 30 وحبيت نشري هذا اللوجمون هذا يقيموه لي يديروا لامورتيسمون تاعو ويبيعوه لي انا وبهذوك السوارد هذوك يروحوا يبنيو بهم في بلاصه اخرى. هذه هي السكنات. مي باش نبقاو بهذا الشيء هذا بهذا السيستم الحالي راهو ما عادش الناس تسكن وما عادش نقضيو على ازمه السكن نهائيا. راهو لازم نرجعوا للسيستم. انا درت خطره نارتيكل في جورنال وقلت بلي لازمنا نرجعوا للسيستم نتاع لاشالام خلاتهولنا فرنسا. هذاك السيستم هذاك هو اللي يخلي اللوجمون ديسبونيبل ونجمو واحد يحب يبدل الدار تاعو من طريق باتنا يروح لطريق العزار يروح لو بي جي قال ولدي نحب نغير انا واحد ولا منا سي فوزابل سي فوزابل. يسلك برك التبر هذاك ولا يسلك من هنايا ويجيو يديروا التبادل تاعهم الاخر ويعاودوا كيف اسمه تاعهم هذاك لو باي وخلاص. غدوة واحد يحب يخرج نبع عليها ربي راح بنا السكنه هذيك لازم يخليها السكنه مش تاعو حنا كرينا له. اما لا غدوة صباح مالك يعدك انا تكون عندي سكنه نروح نكريها مالا هذاك السيد مالك يحب يخرج يروح يبيعها مالا. شفتوا يا جماعه التنقل هنا جاء عمركم شفتوا ما شفتوا الناس رحم والديكم يدي لوجمون سوسيال يدير عرس ها ولدي راك ما ديتوش راه مكراولك يا محمد راه مكراولك لوجمون سوسيال راه تكرا ما يتمدش ما يتمدش. واش هو الدوله لازمها تخلي لي بريفي حتى هما يبنيو قادر واحد يروح يبني دو باتيمون على روحو الله يسهل عليه ويحب يجريهم براسو وين اجونسي موبيليار حب يدير سكنات يكريهم يكري على روحو. اللي عنده دوكا حوش كب دارو ويحب عنده باتيمون يحب يكريها يكري على روحو. مي ما نقدرش انا نروح نكري عطاوني لوجمون سوسيال تاع لو بي جي نروح نكري نكري مي سافا با ما نجمش نمس فيه حتى طاقه. لو كان غدوه نمس فيه طاقه يجيوني يخرجوني خاطرش القانون يقول كيما هاك. هذه هي اللي لازمنا نفهموها. مي اذا باش نبقاو نبزنسو هذا الشيء هذا ومن بعد بيعوا من هنا وديروا وخسر لك وما نعرف واش ايه وسر ب 15000 في الصيف وسر ب 20000 ويجي الوزير ويوقط ويقطع الدبله والناس تصفق وتحيه تحيه. هذا كل راه التراب في العينين نتاع الناس راهم يبقاو الا الناس اللي عندهم معرفات هما اللي يديو. ما عندكش معرفه والله لا تكتب لك اللوجمون. انا شفت وقالوا لي واحد الناس ما حبوش يتيمونيو لي قالوا لي كي ندخلوا حنا هذه كيما يعيطوا لها لجنه هذه نتاع نتاع السكن هذه يبداو يخرجوا بني عمهم ساعه كل واحد عنده 20 و 30 دوسي نتاع بن عمو يخرجوا ومن بعد يجيو لنا ريكومونداسيون. هذا ولد كوموندون هذا ولد جنرال هذا ولد يانا هذا ولد الاخر اي كل اللي مدوا لهم اوكي. واللي ما عندوش مسكين ما عندوش الكتاف كيما يقولوا هو الله غالب عليه ما يديش. وعلى هذا شفنا حنا قبيت ناس مساكن تعداو السبعينات في العمر ومن السبعينات وهو ما يدير ولا الستينات وهو ما يديروا في لي دوموند وما يديوش. دونك لازمنا نعاودوا السياسه نتاع القانون هذه نتاع اللوجمون سوسيال. لو كان يبقاو كيما هكا كونوا هانيين راهي ما اللوجمون سوسيال هذا ما نقضيوش على الازمه نتاع الساكن نبقاو ديما والله لو كان نبنيو مليار ساكن بالنهار غير نبقاو ديما هكا. خاطرش علاش يبقاو يديو الا الناس اللي مارفين يديو والمسكين اللي ما عندوش هذاك ما عادش يدي. يبقى يدي الا الانسان اللي عنده معرفه اللي ما عندوش معرفه والله لا يديها. يبقى يدي الا الانسان اللي يمد الرشوه اللي ما يمدش والله ما يديها. دونك لازمنا باش اللوجمون سوسيال مداير الانسان اللي ما يلحقش. ونزيدو ماهوش غير هكا برك كيفاش انت تمد اللوجمون لواحد وهو ما هو لا خدام لا والو وتقول له روح سلك الكرا مين يسلك الكرا؟ يروح يسرق. شفتوا كيفاش كل حاجه مرتبطه بحاجه. وعلى هذا حنا قلنا للدوله لازمهم يديروا ديزانديمينيتي للناس اللي ما تخدمش يشوفوا قداه القدره الشرائيه نتاع الناس ويعطيو لهم هذاك المصروف تاعهم هذاك المليون ولا زوج ملاين ولا ما على باليش
باش يسلك منه الكرا ويسلك منه التريسيتي وياكل منه، وما يبقاوش الناس كيما قال واحد ياكلوا في الحشيش. هذه لصقه في هذه. لو كان ما نبدلوش السياسه تاعنا اللي راهي تمشي دركا، رانا محال باش نلحقوا كيما قلت لكم نسيروا البلاد كيما يسيروها الناس الكل. ان شاء الله نكون ما طولت عليكم، وان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا رايي على كل حال. تصبحوا على خير. بون سواري ا توت يا توس. Yeah, 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 yeah.